يحكى أن في أيام الشتاء خرجت سفينة وعلى متنها بحارة في طلب الرزق، فهبت رياح عاتية وغرقت السفينة، فكان أحد البحارة تلاعبت به الأمواج وقذفته على شاطئ به جزيرة مهجورة. استيقظ الرجل فوجد نفسه وحيدا والجزيرة فقيرة، لا شيء بجواره سوى أشجار. فكر الرجل بحظه السيء، وكيف أن الله نجا من الغرق ليموت من الجوع. صار يبكي ويناجي ربه ولكن لم يحدث شيء. قرر أن يبني لنفسه كوخا ليحميه من الحر والبرد، وبنى كوخ من الأخشاب واصطاد، وصار يبحث بالجزيرة ربما يلقى أرانب أو يلقى حيوانات ليحميه.